زلزال واستغلال، لاسترجعنا نفسنا، رجعنا نعبر عن الحال. ما حدث فارق كبير بس موتنا صاله تأثير، كنا ندفن تحت ركام بيوتنا بالقصف، وهلق بندفن زلزال وخسف. وشو الفارق؟ الكل عارف والنظر عنا صارف. لقينا اهتمام كثير وكل فنان صار نصير، وكثير لهم تأثير منهم زادت أرقامه، وغيره استغل ما حد لامه، ونسيوا الأسد وجرامه يلي نفسه استفاد بين مصالحات ومعونات، ونسيوا كم مدينة ردموا من قصف وكم طفل مات. وللنا سوريين عشنا هون كل الأزمات، جيل ما فوت شي، شهيد شهيد مفقود، غريق أسير حريق قصف قطر خطف كل أنواع العنف، كيمياء وعنقود، زلزال وانتشار فيروسي بين إيراني خاين عربي وروسي وعنصري من كل مجوسي. جيل تعب عبكير بس هاد يلي كتب لنا، وكم مشهور ذمر من قدرنا. هاد مش نقد وتنظير، هاد ألم عاجز متشرد دون مصير، ما في بإيدي غير قلم. ليك نحن يلي عشنا وكل شي أحقر منه شفنا، شفنا يلي طالع من تحت ركام، بناء من أيام تهدم وبيسيل منه دم، تبين دم إيد الضحية تحت الركام، وبإيدها أساور ذهبية. هي جريمة بأوقات أليمة، مع سرقة نفوس من حطب والمساعدات عملوا رزقة. وفي اللي استغل المنكوبين حيدفعوا كثير بس لأنه مناجين، دول مخلوقات فاجرين. لو عليهم الحدث قليل بس هاد يلي كتب لنا، وكم مشهور ذمر من قدرنا.